بس انه العقرب بتذكر كان كل سنه في ناس يتلفون لي يقولوا لي سمعنا الابراج السنه على التلفزيون برجع العقرب هي احلى سنه عنده كانت تطلع اخر سنه علي. رفقاتك هول بحس المشكله ما بتمنوا لك الخير. بحس انه في الابراج تبع المقله عازه تبع كل يوم وفي حسابات مزبوطه يعني الابراج انا ما كثير بعتمدهم بالتوقعات هن خاصهم اكثر بالشخصيات توقعات مزح بنعملهم لما اعملهم بس اللي خاصه بالتوقعات فكره كثير بيضحكوا تبع يوتيوب مش معقولين ميرسي خاصهم بالتوقعات الدقيقه عن جد هن الارقام علم الارقام هذا الشيء انا بعد ما بقول يعني ما بعمله علنا بس بعمله يعني بعمل سيشنز لعالم انه في ناس انه اذا بيشوفوا كثير من هذا الرقم كل الوقت بيعتبروا انه هذا انت لما خلقت عندك ارقام لتاريخ ميلادك اسمك كل هالاخبار له ارقام هول كثير يعني انا لما شفتهم خفت انه يعني عشوائية كل ورقه تحت المخده كل يوم الارقام هيك انه اوف قصص كثير دقيقه اوكي هذيك المره لما التقينا قلت لك ما زبطها عملي حالك ما بتعرف في اشياء لا ايه في اشياء ايه ايه بس انه انا بعرف بس انه ايه بعرف ايه. وانا بعرف يا بس الارقام ايه لا في اشياء ايه في اشياء قلت لي اياها مش معقول اكرت انه اشياء صارت ايه انه كان وضعنا بشع بالبلد مثلا هول بيقولون لا بس انه قلت لي مثلا انه بهالسنه صار معك شغله عملت لك دراستيك تشينج 100% ايه انا في هول اللي بيتوقعوا على التي في هول ال ما حسمي اكيد أيه. احترام للكل بس انه مثلا حيشو اسمه ينتاج اخت البلد انه لا حلفوا ما عارفين يعني العالم كثير بتاثروا فيهم و اتس ريلي سيري لانه عن جد انه انا لالي بيحكوا اشياء فيج يعني بيقولوا مثلا سيارة حمراء صفت سكرت على سيارة سوداء ايه او انه مثلا في غيمة في غيمة سوداء فوق بيروت like could be anything ضاع الملف مثلا انه اكيد هيك قصص قطعت الكهرباء في فضيحه رح بتصير لشخصيه بارزه اوكي اكيد كل سنه الدولار حيصير 3000 هاي حدا توقعها من 3000 هو يمكن قطع يعني هو 2700 نط 3200 ما ضبطت لعبت على صفر زياده صفر ناقص ايه